اسمي ليوناردو. أنا وإخوتي الآن في مواجهة موقف صعب. إننا محاصرون في أحد الأزقة المتسخة. تحاصرنا واحدة من أشرس عصابات الحي الشرقي. انظروا إلى هؤلاء الأغبياء بأزيائهم التنكرية البالية. حسناً، أنتم هالكون فعلاً أيها الجبناء. نعم. نحن عصابة التنين الأرجواني، لا أحد يستطيع أن يعبث معنا. إنه مخطئ، نحن لسنا متنكرين. تذكروا، لتكونوا مقاتلين نينجا حقيقيين يجب أن تتحدوا مع الظلام. الظلام يمنح نينجا القوة، والضوء يكشف وجودهم. والآن هل يمكنكم إطفاء الشمعة من دون أن يكشف أحدكم عن نفسه؟ أحدثت ضجة دوناتيلو. لست رشيقا مايكل أنجيلو. خيارك سيء رافائيل. أحسنت ليوناردو. إنه تلميذه. أنا أفتخر بذلك. كفى، اهدأ. يا أبنائي، لتصبحوا مقاتلي نينجا حقيقيين يجب أن تعملوا بجهد. طريقكم في الحياة لن يكون سهلا على الإطلاق، واعلموا أن العالم الخارجي لن يكون أبدا مكانا ودودا لكم. أنتم الأربعة مختلفون على نحو لن يفهمه سكان الكرة الأرضية. لتبقوا على قيد الحياة يجب أن تتقنوا المهارات التي أعلمكم إياها، قوى السرية والتخفي. يجب أن تصبحوا من الكادرين، أي محاربي الظلال، ويجب أن لا يكتشف أمركم العالم الخارجي. ترى ما مصدر هذا الصوت؟ واو، أهو زلزال في نيويورك؟ هذا أمر جائز لكنه غير محتمل. ولكن ما هي هذه الأشياء؟ هل هي صراصير مدينة نيويورك؟ أيا كانت هذه فلقد جاءت إلى هنا عن طريق الخطأ. هاي ليو، فكر بسرعة. يجب أن نساعد المعلم سبيلا. معلم سبلنتر، معلم سبلنتر، معلم سبلنتر، لا! ولكن ما كل هذه الأشياء الغريبة؟ أيا كانت لقد أصبحت الآن خردة يا صديقي. ولكن أين سبلنتر؟ يجب أن نجد سبلنتر. معلم سبلنتر، أتسمعني؟ دوناتيلو، هل يمكنك أن تقوم ب... ماذا تفعل؟ إنني أتصل بالمعلم سبلنتر لأكلمه وأرجو أن يجيب. أي زر أضغط؟ أجل، أحسنت، إنه المعلم سبلنتر. هل أنت بخير؟ ألو، أيها المعلم سبلنتر، ليس ضروريا أن تضغط أي زر. لقد أجبت فعلا. حسنا ليوناردو، هيا إن كانت تلك الآلات فقد نجحت في تدمير
لتدمير بنية أساس منزلنا. يجب أن نرحل في الحال. قابلونا عند ملتقى المصفات القديمة. الحي الجنوبي. إذا سلكنا النفق الجنوبي فسوف يتقاطع مع نفق المصفات القديمة حتما. سنقابلك هناك أيها المعلم. ماذا قال؟ أجيبوني، هل قال شيئا عني أنا؟ وداعا أيها الأنبوب المكسور، وداعا أيها الهاتف المعطل، وداعا يا غطاء المصفات المنبعج، ووداعا أيضا يا بيتنا الرائع والجميل. ومرحبا أيضا بالعالم القاسي، تعال معي. يبدو أن تلك الأشياء قد مرت من هنا. تلك الجدران المتصدعة، من الجيد أن السقف بقي ثابتا ولم يسقط. ليتك لم تتكلم. لا يمكننا التقدم أو العودة. إذن علينا أن نصعد. الصعود إلى السطح ليس فكرة جيدة. ليس هناك مخرج آخر يا ليو. حسنا، سنصعد فقط لننزل من فتحة المصفات التالية، فهمتم؟ من دون تهور، وتذكروا ما قاله المعلم، إن شوهدنا فهناك خطر علينا، ناهيكم عن اعتقالنا، يجب أن نتوارى عن الأنظار. لقد سمعنا ذلك الكلام 1000 مرة ليوناردو، هيا اتبعوني فقط. ليو تحرك، لا أريد رؤيتك جامدا هكذا، تحرك. انتبهوا. غطاء مصفات أمامي. يبدو لي أن السلحفات محظوظة جدا. أحسنت في التخفي رفايال. هذا صحيح، لا أظن أن أحدا سمعك في الداخل. إذن عليك أن تساعدني. إياك أن تفكر في ذلك يا مايكي. لا عليكم يا شباب، سأدفعها وحدي. اختبئ رفايال، هيا بسرعة. لا، اختيار سيء يا رفايال. هل رأيتم كيف تلوى عندما أخذنا نقودة؟ إنهم خراف، مجموعة خراف تهاجمها ذئاب مثلنا. تخيلا دهشتهم عندما يفتحون صندوق تلك الشاحنة. هذا تماما ما تكلم عنه المعلم سبلنتر، يجب أن نخرجه من هناك. آخر من يصل إلى السطح هو الخاسر. سنعترضهم عند الشارع المقابل. شرط أن نزيد من سرعتنا. هل هناك طريق آخر؟ إنكما بطيئان جدا. رائحتها زكية. لكن أين هم أبنائي الآن؟ هاي،
هاي توتون، راقب الشاحنة جيدا، لا نريد أن يسرق أحد أموالنا التي سرقناها اليوم. هاي أنت، إن الوقوف ممنوع هنا، هذه المخالفة وهذه هي الغرامة. أحسنت يا مايكل. هكذا يقول النينجا. لنخرج رفايا. هيا أخرجوني. لا، ماذا حل بالأقفال التقليدية؟ أين التسلية في ذلك؟ إن هذا القفل من اختصاصي أنا. هيا أخرجوني من هنا بسرعة. ماذا قلت يا رفايال؟ ارفع صوتك أكثر يا صديقي، فأنا لا أسمعك جيدا. حسنا، سمعت ذلك. هاي اهدأوا، إنني أعمل هنا. لنوقفهما، ليس لدينا وقت لهذا. حسنا، ولم لا؟ لأننا لسنا وحدنا. انظروا إلى المغفلين. لم أرى أزياء سخيفة كهذه أبدا. ليست حفلة تنكرية. حتما أنتم هالكون أيها الجبناء. نحن عصابة التنين الأرجواني، لا أحد يستطيع أن يعبث معنا. لقد نجحنا، وكان ذلك أسهل من المتوقع. أرجو أن يكون هناك المزيد منهم، لأنني بدأت أتحمس فقط. حسنا، يبدو أن أمنيتك تحققت عزيزي راف. يا أصدقاء، هل هؤلاء من النينجا؟ واو، إنهم حتما من مقاتلي النينجا. استعدوا لأي شيء، سأستمتع بهذه المعركة كثيرا. ركلة نينجا جيدة، لكمة عنقاء مزدوجة، هل تعرفون هذه الحركة؟ هل نحن متقدمون عليهم أم العكس؟ سلمي مجددا عندما نفوز مايكي. نعم، هذا ما ظننته. Oh, my God.
كم واحدا من أولئك الأغبياء علينا ضربهم قبل أن يفهموا؟ غريب، لا يكفون عن التقدم. لننتقل الآن إلى الخطة باء. دوناتيلو، لحظة، أكاد أن أنتهي يا ليو. لقد أصلحتها، فلنرحل من هنا. هيا بنا. هيا بنا لننطلق الآن. قيادة جيدة يا دون، مع أنك لا تحمل رخصة. أتريد النوعية أم النتيجة؟ أنا أعترف، هذا اليوم كان يوما غريبا جدا. أولا واجهنا تلك الأجسام الآلية تحت الأرض، وما قصة أولئك النينجا؟ رجال نينجا في نيويورك غيرنا نحن؟ هناك خطأ ما. تتكلم عن الخطأ؟ شاهد هذا إذن. هيا أرني النقود يا عزيزي. أوهو، نقود. هذا المال ليس من حقنا مايكي. أعيدا هذا المال إلى أصحابه. أرأيت ذلك؟ عدد من الرجال الخضر في سيارة مصفحة رموا مبلغا من المال. أنت فعلا مبتدئ. إنني سعيد برؤيتكم أيضا يا أبنائي. معلم سبلنتر، أمور كثيرة حصلت هذا اليوم. نعم نعم أعرف، سوف تحدثني عن ذلك لاحقا يا ليوناردو، ولكن أولا سأعود بكم إلى البيت، اتبعوني. البيت؟ ليس لدينا بيت، لقد خربت تلك الآليات مسكننا. هل تذكر ذلك يا معلمي؟ لا تقلق أبدا، لقد وجدت حلا مناسبا لمشكلة الإسكان الحالية. اتبعوني يا أبنائي. حسناً، والآن حان. هذا ليس مضحكاً راف، بل إنه مضحك جداً يا مايكي. لنفعلها مرة ثانية. عذراً أيها المعلم سبلنتر، لكن هذا المكان لا يبدو رائعاً أبداً. انظر بقلبك يا مايكل أنجلو، ولا تنظر بعينيك. حسناً، وسر في هذا الاتجاه. هذا أكثر من رائع. إن هذا المكان يروق لي كثيراً. هذه الغرفة ستكون لي أنا، وحيث تقف لي أيضاً. كما ترون يا أبنائي، التغيير مفيد. نوافقك الرأي أيها المعلم سبلنتر. ممتاز، والآن دعوني أراكم تنظفون كشيء من التغيير. هذه الغرفة متسخة. سيدي، أنا ورجالي فقدنا السيارة المصفحة والمال بداخلها بعد أن هجمنا من قبل مخلوقات ضفدعية تلعب الكاراتيه. لقد باغتونا يا سيدي، ولكن لم تكن غلطتي. كفى. أعدك سيدي، أعدك أني لن أخذلك ثانية. أعرف لن تخذلني ثانية أبدا. لا سيدي، لا أرجوك.